على سنة رسول الله رجت خلي وطردون بوقت هوادم تصلي. أبوها يقول مو من ثوبنا وننطي انصحوا ياخذ المشاية ويولي. وعمها يقول مو بس ما قعد وياه لا هذا بحلم ما قعد ويظلي. وبتهم بتهم واقفة صرخ بظهر الباب لو ميت ولا هالموقف احسن لي مفكر بالذهب اكثر من الصياغ. بقد ما قلت يا ابو الفضل سهل لي قمت وش قد مشاعر بقن على الطبلات. لا والله بقيت ببيتهم كلي قمت ودموع حجر بي من مكفاي ومشلول النفس بالقوة يوصلي. منو يطب برقبت فتحة الحلقات ما يبرد بحبل المشنقة غلي. أمي تقرص بخاصرتي وتقلي بهاي البهذلة تال العمر شلي. وقلها الخاطري وقلها الخاطر تحملي تحملي وترد تقول ولك هاي المذلة مو اللي بحلي. ومن قد ما صبرت على الحكي اللي ينقال المفروض الوحي بساعتها ينزلني. وصلت المرحلة وصلت المرحلة اجهل وين احط الزاد وايدي على الحلق ما تقبل الدلي. رجعت لبيتنا وتكهكه الجيران اذا حط جذع نخلة باذني يوصلي. مو بس بالجلد ثار الفراق فراق حتى عظام ما يخلي. اللابسن قبل لا روح من رديت قام ما يكفلي. الساعة 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 ومحبسي طاحن طبيعي هواي بس المو طبيعي عيوني من رديت قام ما يصير اللي